بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إن شاء الله سيدي ولا الكين محمد وأيسوغونا الداركتر كمساجد كأيهول وضين كمسجد أبو بكر حاليا وإذن كور بحينا أي مساجد كمشاريع بضم باكسوغتا الحمد لله وأنا واجب كي عيدتكو كل هايين إن مساجد كمشاريع بضم باكسوغتا الدوان لغا وضو وكي لرسائي ومددر نلوسو تاميي إن حرون وين مسجد أبو بكر سياتل واشنطن أي سمي سنتين إن شاء الله تعالى إلهينا سبحانه وتعالى وقدري حلمك وأمنياتك ومضى قبين إنه الله سبحانه وتعالى أهر قليه مشاريع ذا المساجد كسعطة هنتي ويبديهم بالغران كرا لكن وحلقية بمربة إعلان ولكن إن الله صوبان لقين وضطكو عينا سيداس وحبدا وقوغانين صلاة كلينا يسويت كذا إن بدن أو إن مساجد كوه حكسو هذا كور قبين مساجد كمشاريع بدن بحكسو عطاه مشروع وح كم إذا أدو جدا مانتا أو مشروع لعلاج كلمة الله أو تحفيظ القرآن الكريم إن لحفظها إن شاء الله تعالى وح كسو عطاه كلام مشروع وح لقو برايا ضد كذا لينيرتا أو ولش يقبلها أو إصلاح دا عن فردينو إسن الجدال كسو عطاه يجرا تينيجركا أما يوثكا وحلو برو وحاكا لوجر مشروع يسوونه هوم سكول أو ضدكا والداء إلهي سبحانه وتعالى وخيرك فهمسي الموضة أي كنسدان إيغانا معلمين وناك سنقول لك تقو مساجدكا قيبتي سدن بيسوونا كسعودا ياجر ويك ديسكا وحاكا لوسعودا مشاريع إضافة إلى ذلك سيد المؤتمرات كود المساجد كمر والبا أما السنوي هن نقضان أما النصف هن نقضان لحدي بلاد بمر أما السنة كي بمر إن مجاله مجال هذا الله سمي مؤتمر وين والرسالة المساجد كقوضه وح كم إذا وحيابها إضافة إلى ذلك الدروس الخاصة والعامة وضدك الله أغري الدروس خاصة جوني عامك أو مساجدك قيبتي سوريادنا كسعطاء وحاكا ميدو مشروع حل الخلافات الزوجية والتجارية خلافاتك زوجية حاسسك اسكهر إيمانا يا سيدي الله حلين لها يوم مشروع يسوون التجارة يا بيسنس كدد بلان واسكوها يستان إلا حليو مشروع قبورها ودوكتهين وحاصر لني ذاتك بفضل الله أغسو رجلين وجهود مشتركة وجهد يددال أي كم دي سيهين ذاتك سوماليدو وحي ترى ذا جمعاء وذجر بيقولكو كينان أما فرك لي فول مردغو مركا هدي أن إسكال ميسنين معلمين تذاتك وحبريسا مشايخ ذا علماء ذا مساجدك وحكا أقريا مامولكا سيدا وناكسان هوشا أوضا والدين إلهي سبحانه وتعالى خير كتسي المهو هذا خير كأوكين صدي محسنين توح بحية محبين تخير كأي ونجعل تتكاسي هذين إسكالميستين وحبين ومسورو به لكن بفضل الله جهود داس وردن بالإسكو كالميستي ما أنت نوحدو جدان مشروع كميدا مشاريع دا يمردل كوصوية شو ما أنت هدو جدان هرتي نيالا لقنا وربحيي إن ماركتي القرآن كي هل سنة جديدة شن يتبين جسمان تترتن كودي إن شاء الله تعالى أنو تاجنا ولا ليال وحن أنت أسكليا ونكسي دري لها هل حديث إن أن مارك تي عرورته أو كلمان تو أشيغو ويلل إيا قبربا إيا ددك قرآن كبرتا هل حديثنا ددك والدين تا إيا غنا أن إن شاء الله تعالى أغاذان حديثك المها إن شاء الله تعالى عن وتلقى لنا إن أشيغو إلهينا سبحانه وتعالى هنو ناجي حافدين هنو غردقان وحديثك رسول كلها صلى الله عليه وآله وسلم
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. قفك قرآن كبرتا حفظيا معنيه سيقانا لفظه سيقانا كرغم إن شاء الله تعالى قفك سوحو ميل لجوغي أما أولصعن أما أولجري دونا مع سفرة الكرام البررة ملائكة إلهي السفرة اللي هذا قواس الله سبحانه بمعنى وحد رمي سوى درجة ما بعده ما بعدها درجة ووح عن وح لورد قال له لي إن اللي هذا قف بين هذا ما بملائكة الله دولين يا الله دولية تسوى إن شاء الله تعالى المهن وحان قدر دار منا إلهي سبحانه وتعالى حافظين هن ورد قو إلهي سبحانه وتعالى ثبات في الدين الله نصيه ولل إياه قبلها إن شاء الله تعالى إن القرآن كبرتان سئد ملائكة إلهي ولدوشا حديثك عن والدك إن شاء الله تعالى إسجن أوجد بين وحديثك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ القرآن وتعلم به وعمل به من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. قفك بلوفي رسالة ووالدك قفك قرآن كبرتا والدك سؤال به هو يديه وح الله حرد دون مالنت قيام ذا تاج من نور وح إلهي الشرف وقرسي ورسول كليه حلتان لا تقوم لهم الدنيا لبا اسكو جوب او ادونك دن ان او دغمن هدي ادونك دن لا اسكو درو اسكو جوغا ابا اي هوي لو غلينه وما دغمو كاسا لو خري دونا وحي اورن دونان الله بي سؤاشا ويدينا يا لبد والد محان كو هل يا ربي ان كو كسبن ارينتان وحا لو دحي دونا باخذ ولدكم القران علمه نيبا قران كصبرت marka message-ka qaabka aan ugu gudbinayo waalidka waxa weeye qofka waalidka naftayda iyo tiinaba insha Allah aanu dardaarmi aabi iyo hooyo kasta aanu dardaarmi hadii aad rabto in lagu xiro taaj min nur hadii aad rabto in lagu xiro xulla isku joog qurux badan maalinta qiyaamada ilmahaaga keen tahfiidka quraanka iyo diinta uu keen quraanka ku barto waxaan u maleynayaa inay xaqiiqatan ka qoomameysan yihiin dad badan oo hadda koor ilmahooda taxfiidka aan geyn wa ficlan waa inay ka qoomoodaan al-ghibta halkaan oo kale ku jirta la hasada illa fitnatayn rasuulku yiri wax kale oo isku xasdameysan ma yaala adduunyan isku baxsanaa isku daba cararnaa waa ka wax la isku xasdo bimaacnaahu al-ghibta baa la yiraahdaa xasad kale ma ahe waxaan weeye maanta horteena joog المها ومركو ويلكا ومانتو ويلشان كم مقية قبر بعضنا قبرها إيمانتا كم مقنتهاي حقيقة ووح هذه آد روح ماركتي وغم الصيرة ويا إلهي إنتو وافجيي نو أدو عيني إنا يا خير كامركو ربك قيب قاتي إنت كلو أولي أنفرسدو إهلي نو أدو عيني إنا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى إلمه إن قرآن كهنو حفظ السي حفظي كلمه إلهي سبحانه وتعالى كوي كرغم الله كدو إلهي سبحانه وتعالى كوي هين الله كدو حفظي اللهم الموت انت لا سو حفظي قفك وحوا وذكر لكن نسيان يا وحا جرى هلمان انو قفك مارتي قرانك كتغى إلهي قرانك نوغو سو إلهي سبحانه وتعالى دليرا ويلل يا غبدو دينته كو برباراي الله نوغو دغو شاب نشا في عباده الله إلهي نوغو دغو عرش الرحمن كقوة هرسنا يا إلهي هنوغده أنغنى إلهي سبحانه وتعالى فضل قوضة قوة نلوغوغة لي حلتان اسكو جو قوة نلوغوغة الله هنوغده والدين تي خير كان أهر مري سابقين وي حقيقة الأولون السابقون الأولون إلهي سبحانه وتعالى منزل ذا في عن هدجيو قوة كلهم وليسو قارن الله كهديين المهوضة خيرات كو كان سدان وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.
Sheikh Ahmed, and we're another with Nusu Chidi. And now, inshallah, we'll start the program. I'm calling the first student of today's program. His name is Muhammad Abdullahi, and he's going to read for us a passage in Arabic that is Fadl al-Quran. Qofka ugu horeeyay maanta aan la hadlayno ee maanta ardayga ugu horeeyay maanta ay noo soo fadhiisan doona kursi waa Muhammad Abdullahi wuxuu noo akhri doonaa Fadl al-Quran oo af Carabiga fadhi tafadhal Assalamu alaykum الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللهم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم علم القرآن فكان خير معلم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأحييكم أيها الأمهات الفاضلات وأيها الآباء الفضلاء وأيها الأخوة والأخوات بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضائل تلاوة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه أثنى الله عز وجل على التهلين لكتاب الله فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين اللهم حببنا في تلاوته وحفظه والتمسك به برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم سلام الله محمد عبد الله for his reading next student that will tell us about the program is Bilal. Bilal will talk about obeying parents and he will speak in English, inshallah. Bilal. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, brothers and sisters, mothers and fathers, teachers and students, and respected guests, I greet you all with the best of greeting and welcome you all with the warmest of welcomes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will talk about one of the most important topics in Islam, the rights of the parents. Our parents have done so much for us. May Allah have mercy upon them. It was narrated that a companion went to the Prophet and asked him, who do we have to obey after Allah and His Messenger? Then the Prophet said, your mother. Then he said, who's next? Then the Prophet repeated the same thing three times. Then he said, your father. Our mothers carried us within their wombs for 9 months, then went through labor and hardship. Then they helped us grow. Is this not enough to forever be grateful? In Hadith al-Qudsi, Allah said, I swear upon my glory and power that if a child who is disobedient to his parents come to me with all the deeds of the prophets, I will still not accept it from him. Our lives are an extension, our parents' lives. Our children's lives are in continuation of ours. Our good behavior towards them shall cause our children to grow up as grateful and righteous individuals. They shall behave as you behave towards your parents. As Allah says in Surah Al-Ahqaf, Ayah 15, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرا ووضعته كرا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. So therefore, brothers and sisters, we should give all our respect to our parents because they put time and effort into us. That's it for my topic today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول رادي رحمة الغفور توما سليمان والجمسور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيق نمه ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فقد تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين قاء والثاني إدغام ب6 أتت في يملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضاما فيه بقنة بيمن علما إلا إذا كان بكلمة فلا تظلمك دنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنه في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بقنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل
في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد طمنتها صف دا ثنا كم جاد شخص قد سما طم ضيبا زد في تقاطع ظالما وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف قنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لما انطبط إخفاء إدغام وإدهام فقط فالأول الإخفاء عند الباء أسميه الشفية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتاء والثاني إدغام وسمي إدغاما صغيرا يا فتاة فالأول الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها وللتحار فاعرفي الله أكبر إن شاء الله the next two students will read مقدمة الشاذبية which is سبع قراءات their names are سكري عبد الرحمن and عبد الرحمن صبري لبدا أرضي كل حاجة وينو أحقري دونان الشاذبية هرلعي دي أو أح الشاذبية دونو تدوبة قراءة كالدون لبدا أرضي وحويان سكري عبد الرحمن إيا عبد الرحمن صبري كالي بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم ومولا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعتراته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العلا وبعد فحب الله فينا كتابه فجاهد به حب العدا متحفلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالتروج عليه مريحا ومكلا هو المرتطى أمن إذا كان أمة ويمامه ذل الرزنات قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وإن كتاب الله أوثق شفيع وأغنى غناء وهيبا متفطلا وخير